السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملاً بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيتين من كتاب الله جل وعلا ونتدبر ما فيهما من العظات والعبر. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عما يعاقب به من كفر بآياته وصد عن سبيله، فيخبر جل وعلا أنه يدخلهم النار بجميع أجرامهم، كما قال سبحانه: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. قوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أي كلما احترقت هذه الجلود بدلهم الله جل وعلا بجلود غيرها ليذوقوا العذاب. قيل الحكمة في ذلك أن الجلد موضع الإحساس بالألم، فإذا احترق الجلد لم يعد هناك ألم. قال بعض المفسرين إنهم يبدلون في اليوم أو الساعة مرات عديدة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضرس الكافر، أي في النار، مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين منكبي الكافر، أي في النار، مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضرس الكافر مثل أحد، أي في النار، وعرض جلده 70 ذراعا، والذراع كما هو معروف نصف متر، أي ما يقارب من 35 مترا، وفخذه مثل ورقان. ورقان جبل عظيم من جبال تهامة بين مكة والمدينة، ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة. الربذة قرية من قرى المدينة تبعد تقريبا 170 كيلومترا عن المدينة، وهي القرية التي سكنها الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. إن الله كان عزيزاً حكيماً، أي لا يمتنع عليه شيء أراده، حكيماً فيما يقضيه. قال النووي رحمه الله تعليقاً على الأحاديث السابقة، وهذا الأمر تعذيبهم بهذه الصورة وعظم أجسامهم في النار لكوني أبلغ في الألم، وكل هذا بمقدور الله تعالى، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، ويجب الإيمان بهذا، لأن الذي أخبر به هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار، أي الذين آمنوا بالله وبكتابه وبرسله واليوم الآخر، وأطاعوا الله جل وعلا وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، يدخلهم الله جل وعلا جنات، وهي البساتين الجامعة للأشجار.
تجري من تحت الأنهار، أنهار الخمر والماء والعسل، أنهار الخمر والماء والعسل واللبن، وهم في هذه الجنة مخلدون أبدا لا يخرجون منها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل الجنة أنهم عندما يدخلون ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. قوله لهم فيها أزواج مطهرة، قال بعض المفسرين مطهرات أكرمكم الله من الحيض والنفاس والبول والغائط وكل قذر وأذى يعتري نساء أهل الدنيا، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، أي لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا، أي ملأت ما بين السماء والأرض ريحا طيبة لطيب ريحها، ولنصيفها على خمارها، أي الغطاء الذي تضعه على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال بعضهم: إذا كان الغطاء الذي تضعه على رأسها خير من الدنيا وما فيها فكيف بالحورية نفسها، بل كيف بالجنة كلها. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، والميل كما هو معروف 1.5 كيلو تقريبا، أي ما يقارب من 90 كيلو. للمؤمن فيها أهلون، أي زوجات، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وروى الدارمي في سنن مع زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعطى في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. وروى الطبراني في معجمه الصغير أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل في الجنة ليصل في اليوم الواحد إلى 100 عذراء. قوله في الآية الكريمة: وندخلهم ظلا ظليلا، ذكر الله جل وعلا أن ظل الجنة ظليل، وذكر في آية أخرى أنه دائم، قال تعالى: أكلها دائم وظلها. وذكر في آية أخرى أنه ممدود، قال تعالى: وظل ممدود. وذكر في آيات أخرى أنها ظلال، قال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون. وذكر في آيات أخرى أنهم متكئون مع زوجاتهم من الحور العين، قال جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. والأرائك جمع أريكة، والأرائك جمع أريكة، والحجلة بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة. وذكر الله جل وعلا أن ظل النار ليس كذلك، قال تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وقال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.